معي من موسكو السيد أندريا ستيبانوف، الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط. سيد ستيبانوف، مساء الخير. يعني مساء النور. تعليقك على ما حدث، ما هي آخر التطورات في هذا الشأن؟ ما هي تطورات يعني؟ يعني الطرف الروسي اتخذ عدة الخطوات. الخطوة الأولى الدعوة إلى وقف تدفق السياح الروس لتركيا. الخطوة الثانية وقف أي تعاون بين أركان حرب الروسية والجيش التركي. الخطوة الثالثة إلغاء زيارة وزير خارجية لافروف لتركيا. وأظن أن الخطوات الأخرى تتلوها يعني في المستقبل القريب يعني. يعني ناتو قالت أو قال الناتو إن الرواية التركية هي الأكثر تصديقا بالنسبة لهم، وإن الطائرة الروسية بالفعل اخترقت المجال الجوي التركي، وأنها حذرت أكثر من 10 مرات يعني طبقا لما قالته تركيا. يعني تعليقك؟ لا أصدق ذلك، لا أصدق ذلك. وأما تصريح من قبل ناتو، التضامن الحلفوي يعني، تركيا عضو في حلف ناتو وده كل شيء. ولكن أظن أن يعني إسكات الطائرة الروسية كان بمثابة الانتقام من تركيا، انتقام لأي شيء. في الأيام الأخيرة الطائرات الروسية ضربت قوافل حاملات نقلات البترول التي نقلت هربت البترول من أبار تحت سيطرة داعش إلى تركيا. وحسب معلومات القيادة الروسية تم تدمير حوالي 1000 ناقلة البترول، ومعظم تلك النقلات هي تركيا مع سواقين الأتراك وبمرافقة الرجال من المخابرات التركية. وبالتالي تركيا تقبضت خسائر فادحة وفي الواقع يعني بتعاون مع الداعش يعني. والاعتراف العلني بالخسائر في التعاون مع الإرهابيين من الداعش شيء مستحيل لأنكرا التي تتابع سياسة مزدوجة يعني. وأنكرا حاولت الانتقام من روسيا بإسكات الطائرة الروسية يعني. كيف في رأيك يعني هذا التصاعد والتقسيم؟ يعني نحن دلوقتي نرى الناتو طبعا بما فيه تركيا بقيادة الولايات المتحدة، التي قال أوباما منذ قليل إن تركيا تصرفت طبقا للقانون وأنها يعني من حقها حماية أراضيها. فأدي عندك هذا الجانب، ثم تقف روسيا على الجانب الآخر ومعها حلفاء آخرين. يعني هل هذه إنذارات بتصاعد ل الموقف دوليا؟ عشان طبعا هناك تفاقم للوضع يعني في المنطقة يعني. وأظن أن إسكات الطائرة الروسية خطوة عدائية جدا للغاية يعني، كما قال رئيس بوتين الطعن في الظهر وفي الواقع التحيز مع الداعش يعني. وأظن أن روسيا ستشدد ضرباتها على الإرهابيين في سوريا وتستمر في سيرها إلى سحق الداعش بالكامل يعني. طبعا الناتو أيضا قال إن ضربات روسيا في سوريا لا تستهدف داعش وإنما تستهدف المعارضة السورية. لا، هناك التشابك وتداخل لفصائل المعارضة، فصائل لداعش، فصائل جبهة النصرة، فصائل أحرار الشام، فصائل جيش الإسلام وغيرها، وكلها متشابهة، كلها جهادية، كلها يعني ضد الدولة العلمانية السورية يعني، كلها أعضاء النظام والتقدم
يعني في المنطقة. وطبعا روسيا كانت تضرب يعني مواقع الإرهابيين والمتطرفين الجهاديين. أما الجيش السوري الحر وهو ضعيف، هو مبعثر، ليست هناك القيادة الموحدة لهذا الجيش. وفي الواقع كثير من فصائل الجيش الحر انصهرت في محيط التطرف الإسلامي وسلمت أسلحتها إلى يعني داعش وجبهة النصرة وأحرار الشام وإلى غيرها يعني. وبذلك موسكو ضربت وستظل تضرب كل الفصائل الإرهابية الجهادية يعني في سوريا. يعني قرار حظر أو يعني المطالبة بحظر سفر السياح الروس إلى تركيا، كيف سيؤثر؟ يعني حجم السياحة الروسية في تركيا حجمها قد إيه؟ وكيف سيؤثر؟ أنا عارفة إن في حملات يعني ابتدت عنها. يعني أبعاد السياح يعني ضخمة جدا، يعني هناك أكثر من 3.5 مليون سائح يعني كل سنة يعني روسي في تركيا. وأظن أن الضربة ستكون قوية جدا على يعني اقتصاد السياحة في تركيا، يعني الإضرار بتدفق السياح سيكون يعني كبير جدا كبير جدا يعني. وأظن بدأت حملات فعلا على النت للشباب هناك إنه لا نسافر إلى تركيا. أظن أن هناك ستكون الحملة يعني لصالح الامتناع عن السفر إلى تركيا يعني. أنا بشكرك سيد أندريا ستيفانوف، الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط.